ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف إن موضوع خطبة الجمعة هو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. من جانبها شددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معاً كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هتنطلق فعاليات الليلة الخامسة البرنامج صيف الإنتاج الثقافي اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا. وبتحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الليلة الخامسة للبرنامج، وبتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية. كمان النهاردة هيحيي فريق كايروكي حفل غنائي ضخم على مسرح يو أرينا بمدينة العالمين الجديدة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، ومن المقرر أن يقدم كايروكي خلال الحفل باقة مميزة من أغانيهم اللي بيحبها جمهورهم، ده إلى جانب تقديم بعض أغنيات ألبوم روكس الجديد، فضلاً عن مشاركة مطرب الراب تو ليت في بداية الحفل وتقديم عدد من أغانيه الشهيرة اللي تفاعل معها الجمهور على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.